الدكتور سامح مهران تولى رئاسة لجنة تحكيم مسابقة البحث العلمي أبو الحسن سلام في نسختها الثانية بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، واللي هتنعقد دورته السابعة في الفترة من 25 ل 30 نوفمبر 2022، وده بمدينة شرم الشيخ برئاسة المخرج مازن الغرباوي. بيترأس المهرجان شرفياً الفنانة القديرة سميحة أيوب. الأستاذ الدكتور سامح مهران هو مؤلف ومخرج مسرحي، شغل عدة مناصب منها رئيس أكاديمية الفنون في الفترة من 2009 لحد 2014، ورئيس لجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة، وكمان رئيس مهرجان المسرح المعاصر والتجريبي، ونال جائزة التأليف المسرحي الأولى من المجلس الأعلى للثقافة سنة 1990 عن نص الشاطر وست الحسن. كانت آخر أعماله كمؤلف هي مسرحية هاملت بالمقلوب من إخراج مازن الغرباوي.